خلينا نخش في الموضوع على طول ونرحب بضيفنا العزيز جدا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق وزميلنا وصديقنا العزيز جدا. صباح الهنا. صباح الورد عليك يا نجمة الصباح كله. ربنا يخلي حضرتك كابتن شريف، طبعا احنا عارفين انك بتصحى مخصوص عشاننا. هو المسافة بعيدة شوية انما تجمع يعني المجاية ليكي برضه. كابتن شريف انا هخش معاك بقى في الموضوع على طول زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا، وهسألك سؤال مباشر. حسام حسن، بتشوف ان احنا دلوقتي مع إعادة مرة أخرى التجربة المحلية هو الاختيار الأفضل ولا الاختيار المتاح؟ هو عايز أقول لك على حاجة، أنا كنت معاكي هنا آخر حلقة واتكلمنا عن المنتخب والإخفاق، وواضح إن أنا قلت لك قبل البطولة ما هتبتدي اللي هيحصل إيه بالظبط، لأن الشكل كان في الاختيارات والشكل كان في الإعداد كان بعيد عن ذهن أي حد إن الناس دي رايحة بتفكر انها يكون ليها شكل في البطوله او تحاول تحقق بطوله اي انجاز جديد، تستغل البطوله، ومش هظلم اي حد كمان، العوامل كلها اللي كانت محيطه بالبطوله من الاجواء من الارصاد الجويه وال بس ده مش مبرر ابدا ولا عمره كان يعني الحقيقه جت على الفرق كلها. ولكن العزاء الاكتر لينا ان المرشح الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بره صحيح بره الترشيحات وبره كل ده، دي حقيقة. فمش هيبقى الاتحاد بتاعنا احنا فقط هو الاتحاد المناوط بيه ان هو ان احنا نتهمه او نشير عليه بالاسهم ان هو اخفق، لا كل الاتحادات اخفقت. الكوت ديفوار اللي هيلعب النهارده ده اللي هو راح يلعب سيمي فاينل وفاينل ده كان بره الحسابات خالص يعني، فهي كانت لوغاريتمات في البطوله كلها لا نحمل اشخاص. بس الاخفاق الاخفاق عن اخفاق يختلف، انا اخفقت بس مثلا كنت متواجد عملت انجاز طورت بعض اللعيبه حاجه، وان انا جيت زي ما رحت ده حاجه تانية. احنا تجربتنا في مصر جينا بقى زي ما رحنا، بدليل ان الاتحاد المغربي جدد وعاد الثقه مره تانية لوليد الركراكي، يبقى الناس واضح ان هي مش مستاءه من الاداء الفني لوليد الركراكي، ربما هو عامل اللي عليه ولكن اخفق في مباراه ما واخفاق مقبول. احنا الاخفاق عندنا واخد صوره تانية خالص كابتن شريف، لا يعني اختيارات وقرارات سريعه وحاجات لا يعني هو الاختيارات والكلام من ده اللي هي قبل البطوله احنا نوهنا عنها انها فيها نواقص وكان عندنا لعيبه لابد ان تكون موجوده ليه هناك ويكون تحت تصرف، وقلت على لعيبه هتروح مش هتلعب، فقلنا دي اختيارات وكلاء لاعبين واختيارات مش عارفين وفي حاجات كتير قوي. هو ده اللازم من المرحله اللي جايه انك انت وانت بتشتغلي او بتفكري ما يبقاش في مصالح شخصيه لاي حد، في مصالح بلد فقط يعني مصالح منتخب. نخش على حسام حسن، واي نوت، ليه لا حسام حسن؟ حسام حسن بالبروباجندا اللي حصلت قبل كده او تقديم حسام حسن او الدخول على حسام حسن في وانا بعد مع حسام كل يوم يعني مع بعض، انا ان هو عصبي وممكن الدنيا تروح في حته تانية او التناول او لا، ما افتكرش ان في المرحله دي مش هيبقى فيه غير الاهتمام بأي شيء هو شايفه من وجهة نظره ما كانش متظبط في الفترة اللي فاتت دي هو هيعمل عليه، والكلام اللي احنا بنتكلم معاه مع بعض هو ايه اللي هتعمله؟ اللي فيه اعداد وفي اعداد نفسي وفي اعداد بدني للمنتخبات كلها ودوافع انا ببقى عايز ايه من كل مباراة، راجل عنده فكر وعنده شكل، وبعدين هتلاقي انجازات مصر كلها الكويسة قوي على ايد مدربين مصريين. صحيح يعني الجوهري كاس عالم، كابتن حسن جوهري شحاته 98، كابتن حسن شحاته 2006 2008 2010، فالانجازات الكبيره اللي حصلت بالنسبه لمصر كانت اكترها هي على ايد مدربين مصريين. ورغم كده برضو وقت ما تم اختيار كابتن على سبيل المثال يعني كابتن حسن شحاته، كم النقد اللي تم التوجيه ليه وكم الانتقادات في الصحف وبالمانشيتات لو حضرتك فاكر وقتها كان غريب جدا، وكأن احنا عندنا هذه الثقافة ان لا احنا ما نصلحش ان احنا نعلى او ما نصلحش ان احنا ناخد مراكز مهمة او ما نصلحش ندرب نفسنا، ليه دايما ده ومتوارث على اجيال مختلفة؟ ليه الفكر ده؟ ليه التقليل من الشأن رغم ان انت جيت جربت تجارب اجنبية بالعكس يعني هي فعلا فاشلة بمعنى الكلمة يعني. هي بص بتبقى
المنظومه كامله وبتصبر عليهم بالمناسبه. ايام حسن شحاته كان في الله يرحمه كابتن سمير زاهر. طبعا. وبنترحم على زوجته اللي هي توفت امبارح كمان، الف رحمه ونور يعني. فكان كان قيادي كويس جدا، كان فوتبولر، كان هو وهاني بريده الاثنين عملوا منظومه كبيره جدا، وكانوا جوه المطبخ، مطبخ الاتحاد الدولي والمطبخ الافريقي، وعندهم من الخبرات ان هم ازاي يتعاملوا وازاي يقدموا الناس وازاي يطلعوا من نجاح لنجاح بالسبورت من الدوله ايامها كمان والثقه. فكل ده بيبقى مجموعه واحده تطالب. هو مين جاب حسام حسن؟ اكيد ده طلب شعبي كان، والناس كلها فكرت قالت ولا ينط، ده ده الوحيد اللي محطوط، واخد بالك؟ كان هوان مش ما جاش، حسام بدر جه، ايهاب جلال جه، هو جم وما جوش برضه يعني، خلينا نقول جم وما جوش. انا كان ممكن حسام بدر يرجع تاني، انت فاهماني قصدي؟ كان الكلام هيبقى في حد برضه موجود. اتكلموا عن علي ماهر، واتكلموا عن كابتن علي ماهر، وقال لك كابتن محمد يوسف طب هو جه في ايه ومشي في ايه. يبقى هي الفكره في وجود وتغيير الجلد اللي هو الاجنبي، اللي هو مش اللي هو في الاول وفي الاخر ده بيزنس بالنسبه له، مش فارق معاه ومش فارق. وبعدين ما عندوش حياه هنا في مصر يتفرج على حاجه، وقت يقدر يعمل بلان. يمكن الراجل اللي هو ماسك المنتخب الاولمبي ده، انا قلت هجيبه الراجل ده ميكالي. لو هتجيبه بقى اجنبي، ما عندك واحد وشكله كويس ومتعامل وعنده رؤيه بالكبير وبالصغير وبكل حاجه، وده اللي يقدر يبقى عنده مدرسه اعداد للمنتخبات لمده المدارس اللي اتعملتها كوت ديفوار ونيجيريا قبل كده، ووصلوا لحاجات بعيده جدا. فاختيار حسام حسن كمدير فني كان لابد منه في اي وقت من الاوقات، كان لازم يحصل. بنتمنى له التوفيق بشكل جديد، بواجهه جديده، بعمق كبير جدا. عنده فرصه كبيره جدا كمان مع 6 نقاط في التصفيات بتاعت كاس العالم، فيقدر من مكسب لمكسب، لو كسب مكسبين كمان حسام حسن يقدر يقود ويقدر يكون في منطقه ثانيه وجديده على حسام حسن وابراهيم والدنيا كلها يعني. في نقطة مهمة قوي وحضرتك كلاعب كابتن شريف تجاوبني عليها، لأن احنا بره الموضوع برضه، احنا بره القضية شوية، بنشوف الصورة من بعيد. هل فعلا في لعيبة بتتدخل في اختيار اللعيبة بشكل كبير، وده اللي بيأكد كمان التدخل في اختيارات المديرين الفنيين؟ لا بص، وتأثير ده إن كان موجود فعلا على المنتخبات إيه؟ دايما احنا هنا بنتكلم بصراحة ولا بحب الصراحة، واحنا بنحب الصراحة. محمد صلاح ده أكبر شكل سياحي لينا في العالم كله. كويس. محمد صلاح من وانس إن هو في الرحلة اللي عملها في حياته دي، بقت مصر سياحيا بيتغنى مو صلاح في إنجلترا وفي أي حتة بيروحها، وفي أسبانيا وفي والله مصر بيتغنى بيها من قبل كمان يعني. خلينا نقول عايز أقول لحضرتك حاجة، الشكل الرياضي بتاعنا أكيد. السفير بتاعنا اللي هو موجود في الوقت الحالي طبعا محمد صلاح في الوقت الحالي. فاحنا بدل ما نشكر في محمد صلاح، ما مش هنهد في محمد صلاح، مش هنقول محمد صلاح بيتدخل وبيعمل وكلام من ده، ولا لازم كل مدرب يجي ياخد رايه. هي الطابع الاجنبي لما بيجي معاه، محمد صلاح جايب له جولين في مانشستر سيتي ولا حاجه، وجاي يتمرن معاه في منتخب مصر، فبالتالي والطبيعي انه هيكون ليه مكانه، ان احنا ممكن نقدر نتناقش فيها ونتكلم مع بعض فيها ايه الاخبار. بتتطرق الامور وهو بيتكلم معاه، بيقول له انا عندي فلان، مصطفى محمد ده راجل واعد جدا وشغال كويس قوي. محمد صلاح بيديله الاوير اللي هو ما يعرفوش التاني مثلا، او بيتفرج عليه. هل ده دور محمد صلاح ولا دور طبعا الجهاز قيادي الفني؟ طبعا دور قيادي ودور كابتن منتخب. انت لما تيجي تتكلمي عن كابتن منتخب، مش هيتكلم معاكي ويقول لك في واحد واثنين وثلاثه، ولكن هو في الاول والاخر هو لاعب من ضمن المنظومه ولاعب عليك يعني. يقترح ولا يتدخل، ما هو في فرق كبير قوي. انا بقترح ولا اتدخل. انا لو انا بقى كشخصيه قدام محمد صلاح، لو هو اقترح وتدخل ونفذ ده يتوقف على المدير الفني. ابقى انا راجل مش مدير فني. صحيح يعني. ابقى ما ينفعش، انا بتفق معاك، ما ينفعش اشتغل هنا ولا اشتغل في اي محطه بعد كده. طيب احنا على كل حال، انا طرحت السؤال في العموم مش على شخص بعينه، ولكن الموضوع ده مهم وملف في غايه الاهميه، ان انت تبقى فاهم ان ما ينفعش برضو لاعب يتدخل ويفرض
يعني اختيارات معينه للمدير الفني، ده شق. الشق الثاني برضو الجهاز الفني الجديد للمنتخب واللعيبه بتاعتنا الاساسيه اللي لا غنى عنهم، حتى وانت اتكلمت ان انت عندك لسه فتره ممكن كابتن حسام يعمل جيل جديد، لكن برضو في لعيبه هتفضل. لو انا اتكلمت عن تصريح كابتن سعفان برضو الاخير اللي وقف عنده ناس كتيره جدا، وكان تصريح ليس الافضل، كان قبل كاس الامم لما تحدث، مش هقول قلل من شان محمد الشناوي، ولكن تحدث ليس بالشكل الافضل، بالشكل الافضل على محمد الشناوي، هل ده سيؤثر في المستقبل على العلاقه؟ ده لو هم هيجوا بالمفهوم ده، لا الحكايه هتبقى فيها تخبط وفيها كلام. لا 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 بالظبط، مفيش كلام، مفيش واحد يقول لي انا صلاح لو وحش هغيره. حتى الكلام ده لو انت عندك الكلام ده وانت شايف ان محمد صلاح في وقت معين او بتاع مش هتقدر تحتاجه في الملعب، ما ينفعش اصرح بيه قبله. ما ينفعش، ما ينفعش انا اطلع اتكلم على نجم المنتخب الاول وحارس مرمى المنتخب الاول بقى عشان انا بره المنظومه، باين ان انا لو موجود لا لا لا، النعره دي والكلام من ده كل ده لما تبقى موجود، لا ده انت بيبقى محمد الشناوي ده احب واحد ليك، ومحمد الشناوي ده انت اللي بتعتمد عليه، لانك انت في عرض كل لاعب جيد يديك نتيجه، انت في عرض اللعيبه الكويسين اللي هم هيرفعوا اسمك، اللي هيخلوك موجود. اشتغلت قبل كده في الاردن، شفت الاردن بقت عامله ازاي النهارده؟ الاردن النهارده في الفاينل بتاع اسيا، بنبارك لها. يعني الناس تاخد الخبرات ويفرغوا دماغاتهم كلها لمصلحه البلد، مش مصلحه محمد صلاح ولا مصلحه حسام حسن. لا والله هو ده مش منتخب يعني حسام حسن ومحمد هو صلاح، هو ده المفروض، ولا منتخب لاعب معين منتخب ولا وطني. اسمه لاعب ولا منتخب محمد صلاح، يعني هو منتخب مصر بجهاز الفني المصري حاليا المحلي، اللي المفروض يا كابتن شريف ما يكونش فيه اهواء ولا يكون فيه يعني بحب ده وبكره ده، وفي نفس الوقت هرجع اقول تاني ما يكونش فيه تصريحات مش منطقيه ومتسرعه ومش موزونه. وانا ما حبيتش تصريح كابتن سعفان برضو لو انا هتكلم بمنتهى الصراحه تجاه اي لاعب مصري سواء يعني محمد الشناوي او غيره، ليس الافضل، لازم اكون متاني طول ما انا في مركز، لازم التصريح بتاعي ابقى مسؤوله عنه، فما كانش موفق تماما الحقيقه، يعني البدايه مش حلوه. بقول لك ايه، لو انا هاجي بالجهاز بتاعي والجهاز بتاعي هيصرح بالنيابه عني بالحاجات دي كلها، ممكن كابتن سعفان ما يبقاش موجود. ما دي بقى ترجع بالك لكابتن حسام حسن. الحاجات دي ما بقاش ليها وجود دلوقتي وانت موجود في لا انت هتلاقي اللغه اتغيرت خالص، والاهتمام بمحمد الشناوي والاطمئنان على صحه محمد الشناوي وعوده محمد الشناوي، كل الحاجات دي لان ده في صالح الكيان اللي هم مسؤولين عنه دلوقتي. بالظبط. مش اعتقد ان الشكل اللي هو الناس بتحاول تصدره او كانت بتبعد حسام حسن والجهاز ده عن تولي مسؤوليه زي مسؤوليه منتخب مصر الكبيره، اعتقد الكلام ده مش هيبقى موجود. نتمنى ذلك. احنا كرياضيين وبنقعد مع بعض وبنشوف بعض وبنتكلم في النقط دي، قلنا له انت اللي بيبعدك مثلا الحته الصغيره اللي هي العصبيه اللي ملهاش لازمه، هو ما بتبقاش عصبيه، هي ما هي اكتر من اهتمام انه بالظبط عايز يكسب. ما هي دي النقطة يعني بقى الإيجابية في اختيار برضو كابتن حسام حسن، أولا لأسباب اقتصادية يعني. ثانيا للروح الموجودة، ثالثا برضو تلميذ كابتن جوهري، شارب من كابتن جوهري برضو، كل ده بيفرق بشكل كبير. رابعا برضو الشق اللي هو اللي هنسميه عصبية، هنسميه صرامة، بس أنا محتاج ده دلوقتي لبعض اللعيبة عندي، لأن أنا ما شفتش ده. أنت قلتي حاجة ما شفتهاش ولكن قلتيها بالحس، اللي هي تلميذ الكابتن جوهري. ما هو كابتن جوهري؟ كابتن جوهري كان بيعمل ربط للاعبي المنتخب كلهم وبيبث فيهم روح التيشيرت اللي هم بيلعبوا فيه. صحيح. ويجوز ما كانش كوتش كبير قوي، ولكن كان بيقدر يعمل حاجه، وانا اتمرنت معاه وشفته وعاشرته من وانا ولد صغير يعني في الناشئين يعني. كابتن جوهري كان بيطلع من اللاعب اكتر حاجه عنده، حتى لو اللاعب ده 60-70% فنيا، لكن تلاقيه بينزل الملعب بيدي كل القوه البدنيه اللي عنده وكل الروح اللي عنده. كانت صنعت كابتن جوهري في الحديث وبس الروح في اللعيبه اللي حواليه، وهو كابتن جوهري ما كانش وحب اللعيبه ليه. بالظبط، المعادله بقى هي وحب دي. يعني انا مره كنا قاعدين مع شادي محمد وجايبه، قال لي دخلت عليه الساعه 5 الصبح قاعد يعمل ومش عارف ايه، في يا كابتن جوهري الساعه 5 يعني بتعمل ايه؟ قال لهم يعني هي الفيفا دي ما كانتش تدينا نلعب 12
قال له 12 ليه مش 11؟ قال له في مكان هنا مش لاقي عايز احط فيه لعيب. يعني كانت حياته كوره وكان بيدرس ازاي يغطي خطط المنتخب وعلى قد الامكانيات بتاعت اللعيبه وانه يطلع سيفتي. يعني عمل في شكل كاس العالم تعادلين، وكان لو تعادل التاني كانت المجموعه كلها اتقلبت تاني وعدوها تاني كلهم مع بعض او بالقرعه. فهو كان ليه وجود وكان معاه رؤيه كبيره جدا. احيانا فاتوا لعيبه كتير زي ابننا بدر رجب مثلا كان لازم يسافر مسافر، بس دي بتحصل في العالم. ايوه صحيح. طب احنا نروح فاصل سريع جدا. يلا فاصل سريع ونرجع حديثنا اكيد لسه مستمر مع كابتن شريف عبد المنعم. رجعنا لحضراتكم وده كان الفاصل الاخير، مكملين لغايه نهايه الحلقه النهارده مع كابتن شريف عبد المنعم. النبي بس انت ايه كنت قلت لي حاجه كده، ايه انه كانوا بيتكلموا على الشناوي باين ولا كده؟ كنا بننهي قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الشناوي وتصريحات كابتن سعفان والناس قلقانه العلاقه هتكون ازاي. هو كابتن سعفان انا عايز افهم بس، يعني لعب منتخب قبل كده ولا لعب باين مره خدوف في الامارات مع فاروق جعفر وكابتن طه اسماعيل وما لعبش باين، يعني خدت بالك؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه يا سعفان، الشناوي ده لو بايد واحده هو حارس مرمى الاول، هات لي من على الساحه مين اللي يقدر يزاحم او يقدر يبقى جنبه او يقدر. وشفت لما الشناوي خرج لضربات الجزاء كان على اللي بيصد لنا اثنين، بايد واحده هيصد اثنين برضه. فبلاش بقى النعره بقى اللي هي كانت موجوده قبل ما تبقوا موجودين في المسؤوليه، ونشتغل بقى ونعرف ان محمد صلاح ده الاساس في كل حاجه، وانك ما عندكش زي محمد صلاح خالص في مصر، لا سرعات ولا انجازات ولا تاريخ ولا اي حاجه. والسوشيال ميديا دي لو مشيت وراه ونفخت نفسك مش هتلاقي نفسك بعد كمان شهر ولا شهرين من الحكايه، وهتلاقي مدرب اجنبي يتدخل، وهتلاقي الاتحاد بيتدخل اللي عنده المفروض عنده شخصيه قويه الاتحاد كوره كمان. يعني لو في اي حاجه هتشوشر على اللاعبين والكلام ده الحكايه هتبوظ. فبلاش التصريحات اللي كانت قبل، ونرجع ونشتغل الكلام المعقول والمظبوط. انا اتمنى يكون في دراسه لاي تصريح قبل ما يصدر، لان تاني هنرجع نقول الجهاز الفني ده هيكون عليه ومش هيكون هو عليه من قبل ما يبدا يعني ترقب وانتقاد، وفي ناس قالت لك وفي ناس معارضه وفي معارضه عليه كمان. فكلنا في الاول وفي الاخر زي ما حضرتك بدات كلامك كابتن شريف قلت احنا نتمنى يكون عند حسن ظننا، وطالما تم اختياره احنا بندعمه وهيكون عند حسن ظننا. هقول لك على حاجه، اقسم بالله انا من اسبوع كنا قاعدين انا وهو بنقعد، يعني قلت له يلا شد حيلك انت الدور عليك بقى خلاص. توقعت له يعني؟ لا قلت له الدور عليك. في حاجات احنا الواحد بيتحسسها او بيلمعها في حاجات تصرفات معينه من الظروف اللي بيمر بيها اي مكان زي منتخب مصر مثلا. فقلت له الدور خلاص عليك. قال لي يا كابتن شريف، قلت له انت هتيجي خلاص، سيبك بس واهدى وما تقولش حاجه في الاعلام وما تعملش اي حاجه، انت الدور عليك خلاص. ما كل مصر جت يعني مصر والدول مصر الاخرى، وبعدين عندك دعم شعبي وعندك ناس بتحبك جدا، والكلام ده مش المره دي، الكلام ده من هو اسمه كان بيطرح مع ايه بيطرح في كل مره بيطرح كل في كل مره دي حقيقة. فحسام هيمسك الجهاز بتاعه، وحسام عنده من الشخصيه الرياضيه الجميله اللي هي بقى تواكب الفتره اللي جايه كانجاز. سيبك من الحاجات الصغيره اللي بتطلع دي، فاكيد هيطلع سعفان يقول لا انا ما لم اقصد ولم اعمل انا يعني بغض النظر عن تصريحات كابتن سعفان، انا اعتقد ان دلوقتي مع تولي المسؤوليه بالتالي يكون لازم يكون في نوع مختلف من التصريحات والاحاديث. ده شق. الشق الثاني كمان انا اتمنى حاجه وحضرتك تتفق معايا فيها كابتن شريف، ما ينفعش بقى ان احنا نبدا دلوقتي سلسله اللي هو ايه، اديله 6 شهور، اديله 8 شهور، اديله سنه، لا احنا مش هننفع، ويبتدي السوشيال ميديا هي اللي تحرك اتحاد الكوره. يعني فكره ان اتحاد كوره بيبني قراراته على السوشيال ميديا احنا تعبنا. احنا بنتمنى النجاح بقى. يعني انا بتمنى النجاح ولا يليق. بصي اول ماتش هيجي بعد 6 اشهر او حاجه زي كده، انا بتمنى النجاح فيه لهذا الطاقم اللي موجود، لان النجاح نجاح مصر. ما هي دي مش نجاح حسام ولا طبعا ولا الطاقم بتاعه، لا هو نجاح مصر. نجاح مصر انها بتسترسل مين كان موجود اجنبي او مصري، مصر هي المستفاده. يعني الحكايه مش حكايه انا عايز فلان ينجح ولا فلان يفشل. أيوة ما هو في ناس كتير ضد حسام وهتقول لك شفته طبعا حسام انت قعدت تقول حسام، لا احنا عايزين حسام ينجح.
عايزين كل حاجه تبقى مظبوطه وما نحسش بيه. ويا ريت نركز في الفنيات عن دلوقتي، يعني من امبارح من لما طلع التصريح انا متابعه بقى جدا. الناس حتى قامات كبيره في الرياضه طالعه بتتكلم عن امور تافهه جدا. هو صلاح هيهني كابتن حسام حسن ولا لا؟ هو كابتن حسام حسن هيقول ايه عن صلاح؟ هو كابتن سعفان هيقول ايه على الشناوي؟ الكلام ده احنا نطرحه في الاعلام، دول ابلسه المجتمع، لكن لازم نركز بقى في المنتخب وفي الفنيات وفي المهم. دول الشياطين اللي عايشين في وسطينا دلوقتي، خدت بالك؟ اللي لازم انا لو قلت كلمه ممكن ياخدوها ويعملوا لها دوبلاج ويقول لك انت قلت على سعفان انه ما بيفهمش كوره، وانت قلت انه مش عارف ما. هم عايزين يخلوا الدنيا ولع نار، وده اللي بقى متاح دلوقتي. يعني بنسيب الاساس وبنركز في امور ثانيه مش هتقدم لنا خطوه لقدام. انت لو قلت حاجه غلط انا بقول لك اه انت قلت حاجه غلط، كويس؟ انما مش هتطلع بقى واحد يقول لك اه ده قال على غلط ويفضلوا ياخدوها ويولعوا فيها. وده ماشي، انا اي حد بيتكلم عني قلت اي حاجه مثلا، او اي حد اتكلم عن اي حد قال حاجه، ده بيعيشه. خدوا بالكم انتوا بتنجموا الناس وبتعيشوها وانتوا مش واخدين بالكم. انا مره قلت كلمه فهمت غلط، قعدت سنه سنه الناس بتتكلم عني اكن رجعت لعبت كره تاني. فالسوشيال ميديا دي ليها اشياء الناس حساباتها حساباتها مش ما بيعرفوش مين اللي بيتكلموا على ايه ولا بيعملوا ايه. اهو خبر وولع وعمل 2 3 مليون مشاهده، هو ده اللي شغال عليه دلوقتي، لان اي حاجه انت فاهماني بيبقى لها مردود طبعا. بس ده حساباتنا احنا بقى، لكن لما ابقى مسؤول في اتحاد، وانا مش بقصد اتحاد الكره اللي كان موجود او الحالي او اللي قبليه، انا بتكلم في العموم، ما ينفعش هو اللي يحركك، ما يبقاش ده الاساس اللي بيحركك ابدا. السوشيال ميديا وادي اهو. يعني الاثنين دول عايز اقول لك على حاجه باذن الله، خلاص هم ان شاء الله عماد المنتخب. هو في حد يقدر يستغنى على الراجل محمد صلاح ده؟ طبعا لا، ده انا قلت لك ده الاسطوره اللي موجوده في منتخب مصر ومردوده في تاريخ مصر كمان. يعني كنا احنا بنقول على اسطورتنا الكبير كابتن محمود الخطيب بفنياته لكن محمد صلاح ده كمان في حته ما حدش قدر يعمل الانجازات دي كلها، ما حدش يقدر يعمل. نتمنى ان احنا نشوف برضو ده مترجم في اللعبه او في البطوله ان شاء الله، والبطولات المختلفه اللي بياخدها محمد صلاح مع المنتخب كابتن شريف. والدنيا حصلت ايه؟ لسه الناس مش لامسه ده قوي. الراجل اتعور بالشكل اللي حضرتك بتقوله، الراجل ما كانش بس على السنه دي، تمام؟ هو في سنوات ماضيه والرطوبه لا رطوبه ايه ده، لعب بيلعب في اجواء ثانيه وادوات ثانيه وجماهير ثانيه، لاعب محترف برضو، والتيم اللي معاه تيم ثاني، والناس كلها دي فاهمه الحكايه. انا بتفق معاك، ولكن انا بتكلم بلسان برضو بعض الاشخاص. يعني اتقال لك مثلا من الحاجات اللي ذكرت، طب ما مصطفى محمد برضو لاعب كبير ولاعب محترف كبير في انديه اوروبيه كبيره برضو، بس لكن انت كنت بتشوفه مستقتل في اللعب، اسم بجد مصطفى محمد كنت بتسمعه كتير. في خليه 10 كمان، في 10 افراد لما محمد صلاح، يعني في 10 افراد نهاوند بيشتغلوا على محمد، على مصطفى محمد، منهم محمد صلاح كمان، انه ازاي يودي له الجول. ودي شغله مصطفى محمد، انه لما تجي له 4 5 كور يجيب منها 2. فده دي امال كمان مصطفى محمد هيطلع من الماتش مفيش اي حاجه؟ ما هو وتريزيجيه مفيش اي حاجه؟ ومرموش كان فيه، هو العيب العيب كان فين؟ حسيت بيهم العيب كان فين؟ العيب كان في الجواهرجي اللي كان ماسك الفرقه، الخواجه اللي كان ماسك الفرقه. الخواجه ده ما عرفش يحط تيم يقابل كل الفرق. خواجه كان عنده امام عاشور وزيزو، وعنده مروان عطيه، كويس؟ وعنده صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. راح صلاح عنده مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه، وعنده الثلاثه اللي قلت لك عليهم، امام عاشور وزيزو ومروان عطيه. قعد قال لك انا لاعب النني، والنني لو النني عامل زي يعني يستلم الكرة يا دوبك، ما فيش ابتكار، ما فيش اي حاجه، ما كانش في روح، ما كانش في روح للعيبه اصلا. جينيريشن بقى اتغير، فلازم انا كمان اطمع لنفسي باقوى القوات، او انا بسميهم الجنود اللي انا خدتهم معايا. ما خدتش حسين الشحات، وما خدتش عبد الله السعيد، وما خدتش قفشه، وما خدتش بلاي ميكر. عوض بقى نفسك باتنين بلاير كويسين زي زيزو وامام عاشور، وبعدين دول لما يبقوا في الملعب بيبقوا جواكر. طبعا طبعا. فالناس وهي بتتكلم، عشان كده انا قلت له ايه؟ انت رايح بلا هدف. قلت له انت رايح معاك وكيل لاعبين هو اللي قال لك خد دول، يلا بالسلامه كده ان شاء الله، خلينا نركز كاس العالم. فكل ده ما يعملش نجاح. طبعا. ولكن عزائنا الوحيد المغرب والسنغال والكاميرون. يعني فشل الاخرين بقول لك مش هيعوض ده، كل الكبار، كل الكبار لم يكن لهم حظ في هذه البطوله.
ده العزاء الوحيد. عشان كده والله انا قلت هو مش عزاء قوي برضه. عايز اقول لك انا طلعت كتبت ايه؟ ما تاخروش علينا. خرجنا امبارح هم ورانا بعدها بيومين. طب انا عايز اروح لبعض التصريحات يعني برضو اخد رايك فيها. يعني كابتن ايمن عبد العزيز كان ليه تصريح كده تحديدا واثار الجدل الحقيقه امبارح، قال لك ايه؟ التكتيك لا يمثل الا 10% من كره القدم المصريه، الكره ما فيهاش بلان. الناس اللي بتطلع في التلفزيون تقول لك التكتيك والبلان والشكل بتاع 4 3 3 ومش عارف ايه، ما فيهوش كوره اصلا. حط فرقه عدله الاول وبعدين بتكلم مع التكتيكس. اه انا معاك يا ايمن 100 100. حط لي بقى سته قدام كده حلوين كده يعمل يلغوا اي تاكتكس، يعملوا اي تحركات، يعملوا الكره اللي عندهم، يطلعوا الكره اللي عندهم، انما مش مره تلخبط لي واحد في واحد والتاني في التاني، وده ملوش سبورت لده وده ملوش الستاره الحديديه الدفاعيه. اه الكلام اللي انتوا لعبتوه كل برضو واحد لعب على قد الكلام. انت لو كل واحد يا ايمن قسته على ايام ما انت كنت بتلعب وقوه ما انت كنت بتلعب كانت الدنيا بقت زي الفل. اصلا تصريح غريب شويه. انما انت بتحط في يعني. انت مالكش كمان كلام مع الراجل قوي انك انت تقول. انت لو ليك راي ايمن مش هيسمح لك بيه كمان، حتى لو انت وانت شغال. انت داخل جامد في الناس النهارده كابتن شريف. انا مش داخل، انا هو فاهم انا بقول ايه ايمن. يعني انا ايمن لو احنا فاهمين لو بتكلم مع واحد اجنبي وليا شخصيه ان انا ابقى مدرب ويسمع رايي والكلام من ده، من حقك ايمن تطلع تقول الكلام انت. انما انت كمان يعني الناس اللي بتروح تشتغل مع الاجانب دي مظلومه. لا وكمان لما يطلع من واحد في هذا المنصب يقول لك الكوره ما فيهاش غير 10% تكتيك برضو ده غريب. طيب التصريح الثاني برضو رايك فيه ايه؟ لما اتكلم عن مهند لاشين قال لك ما عنديش وقت انا ولا رفاهيه عشان اقعد مع كل لاعب عنده مشكله نفسيه، انا مدرب مش دكتور نفساني. يعني ماشي على راسنا، بس هو الطبيعي ان يكون في اخصائي نفسي ومحدش كبير عليها، واكبر النجوم في كره القدم العالميه عندهم كمان اخصائي نفسي. هو اللي كان عايز دكتور نفسي يفهمه لغه المصريين ايه، واللعيبه المصريين دي قوتها قد ايه، والناس دي بتلعب ازاي. هو راجل مش بتاع يعني يا دوبك يمسك فرق في صغيره في نوادي بتحاول تبقى لها وجود، مش اللي هو مش الفوز، عدم الهبوط. انا خايف اكمل بقيه التصريحات. أنا كملي كملي أكمل. لا ما هو أدام بقى الناس بتتكلم وأنا باخد 220 ألف دولار أنا والطقم بتاعي، يبقى يتكلم على قده. طب أنا هقول آخر تصريح. آخر تصريح قال لك مرموش أفضل من تريزيجيه، وصبحي أفضل من أبو جبل، ورمضان صبحي أفضل من كهربا. كيف تقيم هذه التصريحات؟ ورمضان صبحي ده ما خدوش ليه لما هو أفضل من كهربا؟ وقال تريزيجيه مرموش، قال لك مرموش افضل من تريزيجيه وصبحي افضل من ابو جبل. تريزيجيه هو اللي جاب الاجواء كلها الفتره اللي فاتت دي، جاب له بتاع 5. لا نقلل من لاعب بس تصريحات برضو غريبه شويه يعني. ليس تقليلا من اي لاعب تم ذكر اسمه. الحقيقه تريزيجيه ده دخلنا كاس العالم بضربه جزاء اللي جابها محمد صلاح في اخر ثانيه في مباراه الكونغو الشهيره. تريزيجيه هو اللي احرز الاهداف كلها اللي فاتت دي كلها. احنا ما نعرفش مرموش من تريزيجيه، احنا نعرف مصر. تقييمي ان جيت تقيمي واحد على واحد في تقولي ده احسن من ده، ده مرفوض. الملعب هو اللي بيثبت مين الاحسن ومين الكويس. طب محمد صلاح ما قدرش يلعب البطوله دي، محمد صلاح وحش؟ لا محمد صلاح حالة شوية عليها علامة استفهام، يعني ربما الأداء مع المنتخب مش أداء محمد صلاح مع ليفربول، ده على مدار سنوات طويلة مش ده بس ده بشر دي. أنا وأنت بعد قال لك السكواد مختلف، الأجواء مختلفة. احنا بشر. ممكن النهارده ابقى كويس بكره مش قادر امشي. ممكن انا من كتر يعني. ما بلعب كل 3 ايام في انجلترا وباجي هنا على مصر، والضغوط اللي هي انا لازم العب واجي العب في اجواء فيها رطوبه، انا كانسان ممكن صدري يبقى عندي حساسيه مش قادر اجري في الملعب. هو ده ممنوع يعني؟ هو مش ممنوع بس مش مبرر. كل الفرق كانت كده. مش ممنوع لا بس لا مش لا كل الفرق كانت كده على فكره. هو ساديو ماني يعني كان في الملعب عفريت مين؟ كل 5 دقايق ها ولا كل ربع ساعه اشوفه في كوره. ما هو اللي لعب كوره غير اللي قاعد على كمبيوتر وبيجيب اخبار ويعمل غير اخبار المحللين. فاهم ازاي؟ غير المحللين، غير الكتاب، غير الجماهير اللي هي ليها رؤيه وملهاش غير النتائج. اللي لعب كوره هو اللي يقدر يحس باي حد لعب كوره زيه. فانا جت عليا ايام كنت مش قادر في الملعب. ليه؟ عندي اصابات ومؤهل لاصابه جايه لي، مش قادر اعمل الفول سبرنت، مش قادر اعمل اي حاجات كتيره.
ولعيبه مصر كلها فهماني وسمعاني وعارفين اللي انا بقوله ده. على كل حال يعني كلنا اكيد في الاول وفي الاخر بنتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن طبعًا. والجهاز الفني، تختلف او تتفق الوضع بقى دلوقتي امر واقع، هو المدرب المحلي دلوقتي بعد سنوات غياب طويله جدا لمنتخب مصر، نتمنى ليه كل التوفيق، ونتمنى شويه ان يكون اتحاد الكره المصري مش بيعتمد في قراراته على السوشيال ميديا، وهفضل اكرر الجمله دي كتير لان بجد بقى مؤخرا شفنا ان اللي بيحرك الراي العام السوشيال ميديا واللي بتؤثر على قرارات المسؤولين في كره القدم المصريه، وده امر غير مقبول تماما. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت وجود حسام حسن ده كان مطلب جماهيري ومطلب حق لحسام حسن ان هو انه يقود منتخب مصر ان شاء الله بكل توفيق باذن الله. ونرجع لحاجه ثانيه، كنتوا عايزين مين؟ كيروش ولا كوبر؟ كذا ده قال لك موسيماني. استني بقى، ولا موسيماني ولا كوبر ولا كنتوا عايزين مين؟ ايه اللي على مزاج كل واحد فيكم؟ مين اللغه اللي بتسمع لك وبتديك؟ مفيش حد هيتفق عليها. وبتديك التصريحات يعني. وبتقول لك جو هيد ومين حكايه واخر انفراد بقى عشان تبقي عارفه. ايوه بقى اتفضل يا كابتن شريف. وكاله اللعيبه بقوا اخطبوط في العالم كله مش مصر بس. فالناس دي بتحدد مسار حاجات كتيره، هما اللي يجيبوا لك مدرب، هما اللي يجيبوا لك لعيب، هما اللي يجيبوا اللعيب ده من هنا لهنا، هما اللي يبعتوا لك لعيب، هما اللي يعملوا لك الدنيا، هما اللي يعملوا لك فيديوهات، دي شغلتهم. وانا لو واحد منهم هبقى زيهم، انت فهمتيني قصدي؟ فهم وكله اللاعبين دول هم اساس دلوقتي الحكايه كلها، ياخدوا مدرب من ليفربول يقولوا له انت هنحضرك لمنتخب المانيا، يجيبوا فان دايك يقولوا لا كفايه عليك كده انت هتروح. يعني بقى ليهم تاثير سلبي على الكره العالميه كمان. وكله اللعيبه دول الاساس تحت الامبريلا الكبيره اللي هي الفيفا، دول اللي بيحددوا للدنيا كلها تمشي ازاي. وده كلام كبير لا ده عايز حلقه. لا لا في ناس فاهمه، في ناس فاهمه وناس كتير قوي فاهمه الكلام ده كله، وناس مستفيده وناس مش مستفيده أكيد. وناس مش عارفه الدنيا ازاي، طب نخش ازاي في الحكايه دي، دي قصه كبيره جدا. هنعمل لها فقره، هنعمل لها فقره. ما خلاص الفقره خلصت خلاص. لا الفقره دي خلصت بس هنعمل لها فقره لازم. الفقره بتاعتهم خلصت. انا عندي كلام كتير. الكلمتين دول خلصت صدقيني. ماشي نورتنا يا كابتن شريف بجد، انا على المستوى الشخصي دايما بسعد بوجودك معانا. ميرسي جدا لذوقك. شكرا ليك جدا، وشكرا لحضراتكم اكيد على متابعتنا النهارده ومتابعتنا على مدار الاسبوع ل10 الصبح في الاهلي. نشوفكم الاسبوع الجاي انا وكريم وحلقه جديده، ونسيبكم دلوقتي مع تدريبات الخاصه بالنادي الاهلي. مع السلامه.